ميكرو فريد مع انفاس كما العاده. خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا المواطنين واش كتحتفلوا براس السنه، واش كتشريوا الحلوى، واش كتاكلوا الحلوى بكل تواضع. واش كتحتفلي براس السنه؟ كنبغي الاحتفال تاع بلادي هو الاول، الوطن ديالي والمغرب والشباب وكل شيء، ويكونوا ناجحين ويهزعنا الله هذا الوباء ويبعدنا من شر الخلق. وكاع الدول كنفرحوا لهم وكل شيء، واللي كنبغيو الناس دير الكمامه وتدق البرا وتكون صافيه للمغرب والوطن والمالك وولادو. واش كتشري حلوى في راس العام ولا؟ ما نكذبش عليك، كندير الكسكسو. كديري كسكسو؟ كسكسو مع مخي، انا الشاويه كنبغي الكسكسو. احسن حاجه. احسن حاجه هي الكسكسو. بكل تواضع. بكل تواضع، واضع الكسكسو، ونبغي الشعب المغربي ونبغي الدول كلها والمالك وولادو. تحياتي. وتحياتي لكم وتحياتي للوطن، والله يرفد علينا هذا الوباء. امين. ويبعدوا منا، والله يهدي هذا الشعب يدير هذا. امين امين. ليبرا وشي ما يحافيش. امين. صافي ونصركم وتحياتي لكم. تحياتي. واسمح لي عزيز عليا الكسكسو. كسكسو. واش كتحتفل براس السنه؟ واش كتشري الحلوى؟ كنشريها، كنشري الحلوى وكنحتفل براس السنه، وكيتبرعوا الدراري وكيضحكوا وكينشطوا وياكلوا الحلوى، المناضه الى غير ذلك، كاع اللوازم كلها. حتى كتاكل الحلوى؟ حتى انا كناكل الحلوى. بكل تواضع. بكل تواضع وبكل امتنان وفخر واعتزاز. علاش ما نحتفل بالسنه؟ علاش؟ مالها؟ السنة ديال الميلادية نحتفلوا بها، ونحتفلوا بالسنة الهجرية كذلك. كنحتفلوا بالسنة الهجرية، بالسنة الميلادية، جميع الأعياد سواء كانت أعياد وطنية أو دينية كنحتفلوا بها. علاش ما نحتفلوش؟ الله والصحة علينا وحنا نزيروا على روسنا. هذا الرأي ديالك. هذا الرأي ديالك. تحياتي. واش كتحتفلي برأس السنة وكتشري الحلوى؟ أنا شخصيا ما كنحتفلش به، وكل واحد والرأي ديالو في الاحتفال برأس السنة. ما كتشري كادو، ما كتشري حلوى؟ لا ما كنشري لا كادو لا حلوى. والو. والو. بكل تواضع. بكل تواضع. خويا مع قرب دابا رأس العام إن شاء الله، واش كتحتفل به؟ كتشري الحلوى؟ واخويا اش غنقول لك صراحة، الله أنا ما عمري احتفلت بهذا رأس السنة. ولكن من واحد الناحيه اللي بغى يحتفل هذيك كتبقى حريه ديالو. علاش؟ لانه خصو يكون واحد التعايش ما بين الاديان، وما خصش المسلم يدي ديك الفكره ديال انني ما خصنيش نحتفل مع مسيحي ولا يهودي وعاود ثاني، فهمتي؟ حيت حتى هما تيجيو عندنا المغرب تنشوفهم تيديروا شي طقوس ديالنا تيحتفلوا معنا، وهذا ما حريه ديال الاحتفال كتبقى حريه ديال الشخص. دابا جيني من الاخر، واش كتشري شي حلوى؟ وهاد العام ناوي نشريها ان شاء الله. كتاكل الحلوى؟ تناكل الحلوى. بكل تواضع. ناوي ناكل الحلوى ان شاء الله. هاد العام ضروري ضروري. تحياتي. الشريفه واش كتحتفلي براس السنه؟ كتشري شي حلوى؟ لا سيدي انا ما كنحتفلش، كنحتفل بأس مباركي بالسنه ديال العرب. نديرو تاكله، نديرو الرفيسه، نديرو راس السنه ديال العرب. يعني ما كتشري حلوى، ما كتاكلي حلوى؟ حلوى ما كناكل حلوى. ما بكل صدق. بكل تواضع. بكل تواضع.